واسمحوا لي أيتها الأخوات أيها الإخوة أن أبدأ حديثي إليكم بالترحم على أرواح عشرات آلاف الشهداء الذين ارتقوا لباريهم بسبب العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها على شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، والتي كان آخرها الجريمة بحق الشهيد القائد إسماعيل هنية، وأدعوكم إخوتي وأخواتي لقراءة الفاتحة على روحه وأرواح شهداء فلسطين الأبرار. نقرأ الفاتحة. ونحيي بشكل خاص قرار تركيا بالانضمام إلى الدعوة التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة لدى محكمة العدل الدولية، وكذلك قرارها بوقف التجارة مع إسرائيل. يتحدثون هذه الأيام عن سيناريوهات يجري إعدادها هنا وهناك لما يسمى باليوم التالي للعدوان، ونحن نقولها بكل وضوح وليسمعها القاصي والداني إن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة تشكل الدولة الفلسطينية المستقلة حسب الشرعية الدولية التي تحكمها حكومة شرعية واحدة، وبدون تحقيق ذلك وتجسيد هذه الدولة الفلسطينية والاعتراف بها لن تنعم هذه المنطقة بالأمن والاستقرار. الآن ثلثاء قطاع غزة مدمر تماماً، المدارس، المساجد، الكنائس، المؤسسات، الشوارع كلها مدمرة، وتشريد كامل لشعبنا هناك بالإضافة لآلاف الشهداء والجرحى في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية أيضاً. ومع ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت الفيتو، تصور، ثلاث مرات في مجلس الأمن ضد مطالبة العالم بوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. ثلاث مرات تقف المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن وتستعمل فيتو لحالها، و14 آخرون يطالبون بوقف القتال. هذه هي أمريكا، هي الطاعون، والطاعون أمريكا. إن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على قطاع غزة والضفة الغربية، وعاصمتها الأبدية القدس، القدس الشريف. غزة كلها لنا، كما الضفة الغربية والقدس لنا، ولن نقبل بحلول تفصل أي شبر من وطننا عن الآخر تحت أي ظرف من الظروف. فإنني أعلن أمامكم وأمام العالم أجمع، لأنه لم يعد أمامنا حلول، فالحل الأمثل اللي بنعمله وأمام شعبنا الفلسطيني، أنني قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وسوف أعمل بكل طاقتي لكي نكون جميعا مع شعبنا لوقف هذا العدوان الهمجي حتى لو كلفنا ذلك حياتنا. فليست حياتنا بأغلى من حياة أصغر طفل
من قطاع غزة أو من الشعب الفلسطيني. إحنا مش أغلى، ونحن نطبق أحكام الشريعة، النصر أو الشهادة، النصر أو الشهادة. كما أدعو مجلس الأمن صاحب 80 قرار غير منفذة إلى تأمين وصولنا إلى قطاع غزة، مش طالبين من وقت منك، وصلنا لقطاع غزة، وسوف تكون وجهتي القادمة يعني بعد قطاع غزة بإذن الله تعالى، بعد تحقيق ذلك القدس الشريف، نذهب للقدس الشريف عاصمتنا الأبدية.